على حساب التوب، على حساب التوب ما يعطيناش التوتم. ياك صافي صافي كثر معنا. نعم دوي قول لي السلام عليكم. جبت ديال ولد خويا راه جنا الجامع الاول بقينا ما باش يحلوا لينا باش تصلى عليه صلاه جنازه تما في الجامع. هزيناه عاود جنا الجامع الثاني هو جامع بالكايه دقينا وتحطت جثه في الارض وما باش يحل لينا الجامع. اضطرينا عيطنا على مول لومبيلونس هزوا لينا صلينا عليه قدام 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 المنبر. وراه الناس كلهم حاضرين لهذا الشيء ماشي انا اللي كاين، راه كلهم الناس كيقولوا الكلمه هذه ديال هادشي. انا كل وبقى ساعه ونص للظهر الى وعتنا على الميسال باش نهزوه، راه ما عطاونا حتى شي ميسال باش نهزوه. فهذا دار ديميتور مول لومبيلونس اللي باش عاود هزوا لينا وجابوا لنا امام المخبار صلينا عليه الا باش تبنى. لا انا نعم نعم كمل انت تابع لينا. دابا ما تم الدفن ديالو ما صليناش عليه. لا صلينا عليه امام المقبره في المسجد ماشي في المسجد. المسجد ما بغاش يحل لينا الاول ديال الحج الدرعي. الله اعلم دقينا بان هو هذاك المؤذن كندقوا ما بغاش يحل لينا. هزينا عاوتاني جبنا المسجد الثاني ديال بالكاهيه دقينا والجثه محطوطه في الارض ديال الناس مجموعين. دوزت التليفون لباه بالله هضرت معاه بانه واش ندو السيد ندفنوه. نعم هو معايا قال لي بالله ديه. وديناه وصلينا عليه صلاه جنازه امام المقبره. امام المقبره نعم. ودوك راه تم الدفن ديالو. كيف كتشاهدوا متابعينا الكرام تم الدفن ديال عبد الرحمن. عبد الرحمن في ظروف ما عرفناش، لانه الناس طالبوا العائله ديالو بفتح المسجد باش يقراو عليه صلاه الجنازه، ولكن تم ما قبلوش الطلب ديالو مما ادى انهم جابوا ضحيه. نعم ياك هذا الشيء هذاك. نعم كتشاهدوا معنا سي عصام شنو ممكن تقول لنا شنو كاين مع شنو اللي وقع؟ الشهاده ديالك لله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى ما طلقوني حتى الثلاث. نعم رجال الشرطه الليل كامل ولا كان بوق على الميراث. نعم تلي حصريا دابا احنا مع الشاهد الوحيد اول خروج اعلامي. وانا ثلاث ايام خاص ما تداخلش البارحه الغاره تريح حقا بالليل مع الدراري. نعم حاول ترفع صوتك يسمعونا المشاهدين. ريح حقا مريح مع الدراري بحال هكا. نعم حتى جا المرحوم الله يرحمه. نعم الله يرحمه. لا يريح مجمعين هذه جماعه هذه واحد الحيطه اللي ما تكلات فهمت حياتي من هنايا. نعم عنده شي مشكل في لاكاره. اي الله يرحم والديك ورحمه الله. داك بان ندفع هادشي ديال الادماج. نعم ديال اعاده الادماج. دابا الدراري اللي مدوزين الحبس هادي ما كيديروش معاهم شي حاجه في هاد البلاد. نعم يعكسوا معاهم فهمتي ما كيديروش لهم ادماج شي حاجه. ما كيديروش لهم تسهيلات باش الشباب تلقاهم. تسهيلات دابا كيبغي بنادم يبدل حياته. نعم قلت المرحوم دابا باغي يبدل حياته. نعم والله يرحمه. عنده شي وليدات مازال مازال ما مزوجش. مع شاب هو شاب مسكين. نعم صغار مني لا حول ولا قوه. تكتي ديك الساعه انت من الحاضر. نعم كيما كنحاول تعاود انك تمشي القاع لقيت اللي مجمع معنا هو مسكين كيجمع انه باغي يبدل حياته. نعم ما شدوش شهر ما شارب وما شدوش الشارب. نعم مع الكثير الناس تيقولوا هذه الهضره ولكن الله يسامح من هذا المنبر ومريح معنا مجمع فهمتي بعقله. نعم يعني واحد كلمه قال لك ودي باغي نبدل يعني بنادم فيه شي حاجه زوينه. نعم باغي يبدل حياته باغي يدير شي حاجه زوينه. كاين خويش اش كلشي كيفكر في الغربه وحتى واحد ما يخلي والدي حتى واحد ما يخلي الناس كيبغي ولكن البلاد اخويا حاضر. نعم ارتحنا راه كتبغي تهضر مع بنادم ولا شي حاجه كيجي واحد كيعاي واحد طالع قدام واحد ضاحك بسبب البطاله بسبب البطاله فهمت بنادم كيش باغي يوصل شي حاجه زوينه. نعم فهمت ولكن بنادم ما كيفكرش في الموت في النار. هذا واحد باغي يوصل باغي يجمع فلوس باغي يدير هاد المرشحين هاد الناس اللي واصلين في الحكومه وهادي راه بزاف عليهم. نعم دابا فاش غاتمس نعم ثاني غاتوصل عندك الصبر. بنادم خصك تعاون مع الشباب تعود البلاد خصك تعامل مع ولاد البلاد وهادشي غادي يكثر كثر. نعم هاد الموت هادي راه مات الزوال ده والله يرحمه مات قبل منه واحد وهادشي غيتكاثر ماشي ما غيتحبش. شنو اللي غيحبسو هو الادماج الدراري الصغار. نعم نربوهم نعلموهم الدين القران هذا باش بنادم اللي كبر ودي يعرف انه عنده واحد لاباز ديال الدين. نعم. ما غايديرش ما غايتهورش. الدراري مساكن كبروا ما قاري ما والو ما علوش مع الدين
اي ابسط حاجه حنا كيوقع لنا مشاكل وكان كنعرفوا نتفاداو، ولكن شي دراري اخرى ما كيتفاداوش كيوقع المشكل صعب. كل ما يشوف كيهز السكين ديالو كيتعقد. انا من الاول كيوقع لي مشاكل حتى انا نهز موت ونخرج، ولكن لا داكشي لا لازم نقدر نتفادى معاه، تخاصم معاه بالالفاظ وهذه وتحاول تتفادي راسك، ولكن راسك نعم. واحدين اخرين لا، هو الدري اللي مات واخا غيضرب واخا تفادى مع هذاك. عاودينا كيفاش وقعت حديث الناس المشاهدين اللي وقع. انا قلت كان مريح الساعه دابا مريح معاه مشى قال لي واحد الدري معايا قال لي ودي ريح كمل جمع معنا، وهذيك اللي عنده واحد الغوير مشى للناحيه رايح الوقع للدراري بعضياتهم دايرين لايف ولا ما عرفت شنو هو. وقع النزاع وقع وسط الماحه وقع هذاك النزاع الله يرحمه، هو اللي كيهضر بزاف ضرب هذاك الدري ما ضربوا بحال هكا ما قطع اللايف صافي طورات القضيه خرجوا برا تما فين وقعت الجريمه. داكشي كثير وما جنهضروا مع بغات قاديش بهضره هادشي كنقولوا بنادم خاصو يغير المجتمع ديالو، حنا مجتمع اسلامي نعم. هادشي ما تربيناش عليه كمسلمي نعم. خاص بنادم يدير حل، يدير حل فساد كثير ومنكر بزاف ديال الحوايج اللي كدورنا خاطر فينا ما نديرو بزاف ديال الحوايج، ولكن كندعوهم لله ما عندناش باش نقولوا عليهم باش نغيروا حتى حنا هاد البلاد. ولكن اخويا شنو الرساله ديالك اللي كتوجهها للناس المسؤولين؟ الرسالة ديال المسؤولين كنقول لهم اخويا انه واش كتشوف كاينين دوريات بالليل عندنا المسؤولين عندهم ولادهم عندهم ولادهم عندهم عيالاتهم عندهم عائلتهم صحيح صحيح غيبغوا لعائلتهم يبغوا لينا حتى حنا كمواطنين على باش هما طلعوا بينا حنا باش هما غادي هما يهضروا علينا حنا غيمثلونا حنا وباش غيمثلونا ما كيديروا الفيلات ويديروا واحد الطياره ويديروا واحد هادشي كنعيشوه حاليا السويد يدير لك بارطمس بعد فين جميع الدول الاوروبيه نهار توقع شي مشكل في البلاد كيهزوا الطياره عنده كيهز البي الناس اللي كيحب وكيمشي كيبقى يتفرج فيه هو من بعيد من بعيد. هذه هي العقليه ديالو. لا خويا عايشين حدنا عايشين معاهم في هذه البلاد، بغينا نخرجوا بغينا نزيدوا نفوتوا هذه البلاد هذه علاش قعدنا فيها كتشوفها غاديه من الاكفس فهمتي غادي وكتداور بزاف. حتى انت بالنسبه لك تلاحظوا انك باقي ما مصدقش والله العظيم كنت فطور ما قديتش نفطر دابا حاسس الروضه الله ما قديت ندخل دابا كنظن شتي ديك اللحظه ملي كان واقع على الارض مسكين علاش نشوف بنادم اخر كلام ديالو دابا الله يرحمه الله يرحمه اول حاجه قال لك انا باغي نغير فهمتي مسكين حتى هو باغي يعيش باغي يتزوج باغي يدير وليدات هذه هو الحياه فهمتي الله سبحانه وتعالى خلقنا كلنا نفس زوجها حتى هو باغي يدير شي علاش بنادم شحال يعيش يعيش 100 عام عايش 60 عام ولا دوره في عين الحاجه الوحيده اللي غنقولوا نقولها من هاد المنبر نهضروا على بنادم نقول لهم اخويا المسيرين ديال هاد البلاد قال لك امير المؤمنين فهمتي امير المؤمنين خاصو يدوي مع هاد الناس اللي تحت منه انه خاص تكون اسم على مسمى فهمتي هذه رساله على السيد الحموشي السيد الحموشي كنقول له ان هاد الشرطه وهادشي ديال البوليس راه ماشي شي حاجه صعيبه الا بغى يطبقوا القانون ولا بغى ينصروا العداله راه ساهل راه ماشي خاصهم هما كم هما راه مواطنين حتى هما الامن راه مواطنين فهمتي ماشي شي حاجه كثيره خاص بنادم يطبقوا القانون اول حاجه يطبقوا على نفوسهم ما تلقاش تلقى بعد واحدين من الامن نيتهم راه بنادم فيه وفي فيهم مزيان تلقى هو نيت كيخالف امور الله والشريعه وكيدير شي حوايج اللي ما يديرهمش مواطن وكيجي يحاربك انت يقدر يلقاك سكران يجي عندك يتعدى عليك وهو كيدير شي حوايج اللي ما كديرهمش انت ولكن انت لا علاش انت كتمثل خليفه ديال الله في الملك ديالو خاصك تكون انت عبره. كنلاحظوا انك يلا نزلتي من الطاكسي ولقيتي ان المرحوم الله يرحمه تم الدفن ديالو. خويا ما نزلتش في الطاكسي يلا جيت انا هو تمنى انا دابا عزيز الدرع وتسكننا حنا في القريه اما بين قريه الشمس وعزيز الدرع كلشي بحال كاع فهمت ولا تاع شهور وكاع مسلمين وكاع كنقول خير بعضياتنا كنقول لك هذا المجتمع عندنا كيحقد بنادم بنادم دابا كيطلع الالكترونيات وهاد العالم ديال العولمه كيشوف شي حوايج زوينين كيشوف الناس كيعايشين في الغرب وهادي شحال والدينا ولا خوتنا اللي كبر منا ما عاشوش هادشي التطور اللي شفناه حنا ملي كتشوف التطور كتشوف الناس كيعايشين في قافي الحال كان شي من الدوله ديال الحق والقانون هاد الناس هادو في الغادين بهاد الملاير اللي كيجمعوا هاد الفلوس اللي كيدخروا علاش كيدخروا راه غتكون عندهم هي العذاب ديالهم يوم القيامة هاد الفلوس كيجمعوا هي باش غيتحاربوا يوم القيامة غتشرح طب وغتشرح جمر وحجر باش غيتحاربوا هما ولا ما يرجعوا الله سبحانه وتعالى اخر هم
لا تخاينات لا تبالي ولا تشي كل الاخر اخنوش لا راه بحالك بحالنا حنا بحال الدري الصغير قدر يكون احسن منه. الدري الصغير اللي لميناه وطلعناه وبازينا على واحد الحاجات وين راه غايح خدمني ولكن هما عقليتهم مكلخه باغيين الدنيا وتبتي الدنيا غدا يوم ايام راه كل واحد غيتحاسب على اي حاجه. نحمد الله وكنشكرو زادين احنا فقراء وعشنا مع الفقراء والدي اللي عطانا الله سبحانه وتعالى غنحسوا به مو ما عازوش ما دوزوش المعاناه اللي كندوزو حنا مراد كنمشيو للسبيطار ما كاينش اللي كيعقل عليه. دابا المقاطعه جيت دابا مع الجوج يعني كيسالوا طرنا معنا على حد الغارات باغا نشد انا ديال رامي او ما خدامينش بنادم ما كيخدم عندهم اربعه السوايع عام رايحين حنا بنادم كيضرب تاع النار والحجر والكرفي لحمو كامل كيدقدق على 60 درهم وما خدامين خدمه بسيطه وثمن زويين وهادو بنادم ما كيطبقش القانون عليه. راه هادشي اللي كيخرج على الدوله وكيخلي بنادم كيحقد وخلي بنادم يدير شي حوايج خايبين اللي كيندم عليه. اخر كلمه الله ياخذ الحق في الظالم. هاد البلاد هاد الناس اللي مسيرين وهاد الحكومه اللي حاكمه هاد البلاد الله ياخذ فيها الحق وريهم داك القبر راه هو خويا وري ليهم الله يرحم لك والديك قول لهم راه هادي الاخر ديالك كما كتشاهدوا. كنتم معنا مشاهدينا الكرام شاهد واحد كان ليلة وقوع الجريمة وتنقول لكم السلام عليكم إلى لايف مقبل إن شاء الله.